تسعى السعودية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وذلك عن طريق الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الغذائية، وأهمها القمح والأرز والسكر واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن. يكفي الاحتياجات الاستهلاكية لمدة 6 أشهر على الأقل كنوع من الأمن الغذائي، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد، والذي يعد عاملا رئيسيا في رفع نسبة الطلب المتزايد على السلع الغذائية الأساسية. إذ تشير إحصائيات منظمة الأغذية العالمية الفاو إلى أن السعودية تحتاج سنويا إلى 7 ملايين طن من الشعير، و4 ملايين طن من القمح، وإلى 1.5 مليون طن من الأرز، و6 ملايين طن من الأعلاف. الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية يخطط بطريقة مشتركة بين الدولة ورجال الأعمال وغرف التجارية. يعني نجي احنا اصحاب مواسم زي موسم الحج والعمره ورمضان، هذه لابد انه يكون فيها تخطيط من اعلى مستوى، يعني من وزاره التجاره مع وزاره الحج مع الغرف التجاريه، عدد الحجاج، امكانيات، ايش احتياجاتهم. الامور هذه كلها يجب علينا انه احنا نتابعها. احتياجات قد يكون احيانا لحق 6 شهور لظروف، قد تكون ظروف سياسية، إغلاق مناطق، حروب متوقعة، أشياء زي كده. طبعا تعرف إنه دائما في حساب مستقبلي، إنه أنا الوضع ما مستقر في البلد الفلاني، ليش ما أجيب ستوك من عنده قبل ما تصير الأحداث؟ قد يغلق الطريق الفلاني، قد تغلق كذا، أأمن أنا مستودعاتي والتخزين الاستراتيجي. التخزين الاستراتيجي قد تكون به الدولة، زي الرز والدقيق والأشياء الاستراتيجية تقوم بها الدولة في تخزينها وتشرف عليها على مدى قد ايه. التخزين الآخر بالتعاون مع التجارة والغرف بتأمينه بشكل يومي خلال الأسبوع أو الشهر أو الأشهر القادمة للحج، كم احتياجك، كم عمارتك، كم هذه كلها، سياراتك، تصاريحك، هذا هو ده الأمن الغذائي للمواسم. الأيام العادية احنا كرجال أعمال يعني بيكون عندنا ستوك حق شهر وشهرين وثلاثة. غالبا يعني التاجر الناجح بيعمل تخطيط ل3 شهور. قد يصير عنده فائض. لما يصير عنده فائض يرجع مرة ثانية على مشترياته للأشهر القادمة، يخفض فيها، يعمل توازن. قد يكون عنده يصير طلب كبير ما كان متوقع بموجب الدعاية، بموجب إقبال الناس على الصنف اللي عنده، كان جايب على أساس نقول 1000 قطعة، فجأة طلب 3000 قطعة. طبعا هو عنده ستوك اللي عنده حق الشهر الثاني والشهر بعده، هو عامل كل شهر 1000 1000 1000، صار الشهر هذا فيه طلب، حينزل عنده موجود، ما حيأثر وحيطلب بسرعة، تجي له خلال أسبوع أسبوعين، خليها شهر، بتكون عنده الشهر الجاي السوق حقه يكون وصله، هو استهلك حق 3 شهور، الشهر اللي بعده يكون طلبه، ما حيصير عنده أزمة. وزير التجارة بيمارس دور جيد في الرقابة على هذا الموضوع. خلينا نتكلم على السلسلة. أول شيء، في سلسلة في الهول سيلر اللي بيشتروا كميات كبيرة، في عندك ما يسمى المنتجات الاستراتيجية، سكر، رز، حليب، وأشياء دي كلها. وبعدين هذول الهول سيلر عندهم حاجة اسمها الدستربيوتر والموزعين التجزئة، سوبر ماركت، بقالات، موردين، مطاعم، فنادق، أشياء زي كده. أنا أعتقد التحكم لازم تمارسوا الدورة بمعرفة أول شيء احتياجات البلد. يعني عندنا داتا عن طريق الجمارك بيخش عندنا. خلنا خذ قطاع الرز. الرز معروف استهلاكنا كم بيخش في السنة. مفروض إن وزارة التجارة تفرض على كبار التجار، ومعروفين، لو حسبتي مع البعض اللي هم 10 12 اللي يوردوا كميات كبيرة، إنه كل واحد عنده في هذه السنة كوتا مينيمم لازم يوجدها، لأنه هذا حتى لا يتلاعب في الأسعار. التلاعب أنا أعتقد إذا بيحصل ما بيحصل من التجار الكبار، لأن التجار الكبار في النهاية يربح بهامش ربح بسيط وبينزل السوق. أنا أعتقد التلاعب إذا حصل بيحصل في المرحلة اللي هي التوزيع، زي بالضبط مصانع الأسمنت. مصانع الأسمنت كلها سعودية وبتنتج عشان تبيع، ما هدفها إن تنتج عشان تخزن عندها، عشان تبيع، كل شركات مساهمة والمواطن مستثمر فيها. فتلقى ناس معينين اللي يجوا في مرحلة التوزيع
وهنا قد يخش فيهم العنصر غير السعودي الجشع، يعني انه ياخذ بضائع ويخزنها عارف انه حيكون الطلب، انه يرحلها يصدرها لدول تانية مجاوره، انه اشياء كثيره بتحصل. اعتقد انا وزاره التجاره الان بتقوم بدورات تفتيشيه جيده، والحق يذكر لله يعني انه وزير التجاره ووزاره التجاره الان بدات تمارس دورها في حمايه المستهلك. يعني زمان كان حمايه المستهلك، المستهلك مهما كان يصرخ ما حد كان يعبره، الان المستهلك عنده في يده ابلكيشن يقدم شكوى تروح للوزير والوزاره مباشره، الوزاره ترسل التحقيق. انا عارف الناس انه شكواهم في خلال 24 ساعه تم النظر فيها، تكون في مطعم يدوك فاتوره 10% قرار ممنوع نحط 10% خدمه، ارسل الثاني يوم تلقى الوزاره على المحل قافل الباب. ايه اللي حصل؟ تم اقفال بدون ذكر اسماء محلات كبيره كبيره انه للتلاعب فواتيرهم او التلاعب في اللغه الفواتير او الشيء الوحيد اللي ناقصنا عشان نساعد الوزاره الوعي، وعي المواطنين. المواطنين احيانا ما بيخدموا الوزاره ولا بيخدموا رجال الاعمال. انا لا افهم، يعني الانسان يعرف شهر رمضان موعده واضح، ليش كل الناس بتشتري اول شيء في وقت واحد؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، ليش كل الناس بتشتري شهر رمضان احتياجاته كلها في يوم واحد؟ يعني البقالات مفتوحه والاسواق مفتوحه، انت تحتاج قاروره فيمتو في الاسبوع، اشتري قاروره فيمتو حقت الاسبوع، ليش تشتري حقت 5 اسابيع 8 اسابيع؟ لانه كمان في، خلينا نتكلم بحقيقه، في حاجه عرض وطلب، الشيء اللي فجاه كده يخرج الطلب عنها غير طبيعي اوتوماتيكيا الاسعار ترتفع فيه، وهذا على فكره مو عندنا في اي مكان في العالم. وتعتمد مبادرة الأمن الغذائي لتأمين مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية تعتمد على الاستثمار الزراعي خارج السعودية، وتتركز معظم الاستثمارات الخارجية الزراعية في السودان ومصر وأثيوبيا وبعض الدول الآسيوية، وتستهدف زراعة الحبوب والأعلاف بالدرجة الأولى. مبادرة خادم الحرمين الشريفين أعتقد يعني ذات نظرة استراتيجية عظيمة، بالتالي هي بتساعد رجال الأعمال على إقامة مشروعات في خارج المملكة العربية السعودية لتأمين السلة الغذائية. في بتقوم هنالك مشاريع مشتركة فيما بيننا وبين الدول الصديقة، وقد قامت كثير من الدول بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، خاصة الدول المحيطة بنا التي تربطنا بها روابط اقتصادية مثل مصر والسودان وأثيوبيا وغيرها من الدول. وطبعا هنالك أيضا مبادرات من أندونيسيا وباكستان. هذه الدول ربنا حباها بنعمتين أساسيتين لا تتوفر في المملكة العربية السعودية، إلا هي المياه والعمالة الزراعية. وبالتالي إيش ينقصهم؟ هو رأس المال. إذا لو توفرت رؤوس الأموال السعودية زائدا المنظم أو المدير السعودي الذي يشرف على هذا المشروع، فتتكمل المنظومة الكاملة لمشروع ناجح. طبعا المبادرة هذه هي مبادرة كما ذكرت حكيمة، وبالتالي نتوقع بإذن الله إلى أنه لما يعني تكون على الأرض بإذن الله يكون عائدها الاقتصادي على المملكة العربية السعودية عائد ممتاز، وأيضا في الجانب الآخر بتكون رافد اقتصادي للتعاون مع هذه الدول. مبادرة خادم الحرمين جاءت في الوقت المناسب، نظرا كمان لارتفاع الأسعار لما جت الأزمة ارتفعت الأسعار، وكان هناك بعض الدول قامت كمان تضع قيود على صادراتها وبالأخص في الحبوب الأعلاف الأشياء هذه كلها، فمن هنا جاءت في الوقت المناسب وتعمل وعملت هذه المبادرة على الشيء الكثير. وفي العام الماضي أكد الشيء هذا بعمل شركة مساهمة 3 مليار، وذلك لتفعيل هذه المبادرة، وأنشأت وزارة الزراعة إدارة خاصة الشيء هذا برئاسة الدكتور سعد خليل كان في التجارة، وهذا والعملية هذه جدا حتساهم في الشيء الكثير هذا، بالإضافة إلى الدولة اتخذت عدة إجراءات في موضوع الاستقرار الغذائي والاستيراد والأشياء، ومن جملة تشجيع الزراعة بصفة عامة، سواء الإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي. بالنسبة للإنتاج الحيواني الماشية بأنواعها، الإبل، الماعز، الضان، كلها بالدولة، يعني عملت استثمارات وساعدت عن طريق صندوق التنمية الزراعية،
ممثل وزارة المالية، صندوق التنمية الزراعية، يعني عملوا الآن كمان تشجيع للمواطن والمستثمر السعودي خارجيا وبالأخص في الدول القريبة. وفي السياق ذاته تسعى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني إلى تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، وذلك عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية، والذي يساهم وبشكل كبير في استقرار أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية. فالآن صار في عندنا وزارة الخارجية بتدعم الحقيقة من حيث التغطية القانونية للاتفاقيات، بالإضافة لأن السفارات السعودية يعني لها دور كبير في الدول الموجودة فيها. يعني نحن لما بنروح مثلا الآن السودان، السفير بيسهل لنا كثير من الإجراءات، بيدينا توجهات الدولة، إرشادات كيف نستثمر، كيف نتفق، كيف في مصر نفس الشيء في كل الدول. وزارة التجارة هي المعنية بدعم المستثمر كرجل أعمال، يعني احنا في نهاية المطاف يعني كمستثمرين كرجال أعمال نظل تحت مظلة وزارة التجارة. وزارة الزراعة الآن المبادرة كلها تحت مظلتها، وبتدرس توفر المعلومات عن الدول هذه، إيش إمكانياتها الزراعية، إيش كيف نقدر نستثمر فيها. وزارة المالية الآن ممثلة في صندوق التنمية الزراعية اللي هو البنك الزراعي، تأسس شركة اسمها سالك لدعم الاستثمار الزراعي الخارجي برأس قدره 3 مليار، وحتطبق إجراءات إمكانية إقراض المستثمر الزراعي السعودي للاستثمار الخارجي، شرط أنه يلتزم بالشروط الواردة في المبادرة، أنه يزرع المحاصيل المطلوبة اللي شملتها المبادرة ويصدر الجزء الأكبر من هذا الإنتاج للمملكة. وتركز مبادرة الأمن الغذائي في السعودية على الاهتمام بتكوين البنية التحتية الذاتية للمشاريع الزراعية محليا، إذ يعتبر التدني في مستوى البنية التحتية في مناطق الإنتاج الحيواني والزراعي إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات من أبرز التحديات التي تواجه مشاريع الاستثمار الزراعية المحلية والأجنبية في عدد من الدول العربية.